ايوه الحمد لله. حلو بالك من عم جاي. أحسُّ بسرورٍ جميلة وأنا متوجهٌ للبقاع المقدسة في هذا الشهر العظيم وبالأحرى في الأخير من العشر الأواخر منه، وأتمنى أن نمد هذه تمر علينا يعني بسلام. يعجز اللسان على النطق، وكذلك هو شيء يعني بكل صراحة مكة أصبحت من الآن تدق قلوبنا. أول مرة أنا من مطار أنقربي تمرست نتوجه إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله لكل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد ينطق بالشهادتين أن يوفقه الله لما يحبه ويرضاه. جينا من أولف عين صالح تمرست، وسوف نذهب إلى مطار من مطار تمرست إلى مطار جدة.